السلام عليكم ورحمة الله. نكمل حل كتاب جيم ملحق جيم للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني إن شاء الله، صفحة 54. نحل إن شاء الله الأول أسئلة فيل. نحتاج 4 كلمات من ضمن 6، نترجمه الأول: internship اللي هي دورة تدريبية، businesses business أعمال أو عمل، going بمعنى سوف إذا كانت في زمن المستقبل، وطبعا معناها يذهب إذا كانت في المضارع المستمر. go يذهب، accountant محاسب، engineer مهندس. my dream job is to become an، أنا حلمي الوظيف إن أنا أكون إيه؟ أنا عندي وظيفتين، an accountant و engineer، والاتنين بياخدوا an، يبقى استنى شوية أكمل اللي بعديها. I am good at math، أنا كويس في الرياضيات، والاتنين برضو عايز الرياضيات كويسة. I would like to get a job with A، أنا عايز أشتغل في وظيفة A in the new cities، في المدن الجديدة. The government is building، اللي هي مباني المدن الجديدة. يبقى هنا كده أعمال، يبقى businesses اللي هي الإجابة الأولى business، يبقى دي رقم 2 مش كده؟ تمام، هو الحالة التي بانت خلاص هي building كده مباني. برضو هنا نكمل: I am نقاط to study engineering، أنا حاجة دراسة الهندسة. يبقى هو كده في الأول حلم الوظيفة يبقى مهندس، يبقى an engineer. يبقى في حاجات متشابهة، يبقى كمل لحد الآخر أحسن. يبقى دي نمبر 1 بقى، نمبر 1 تبقى engineer، ونمبر 2 يبقى business. نكمل بقى بعد كده: I am نقاط to study engineering، هنا عندي I am أدي verb to be am و جاي to، يبقى كده going، يبقى going to اللي هو سوف أو أنوي أن. يبقى دي نمبر 3 going. أنا هدرس، ناوي إن أنا أدرس الهندسة. All businesses need to know what skills you have، أي وظيفة عايزة مهارات أنت عارفها. That's why I'll probably do an، وده معناها إن أنا من المحتمل إنني أنضم إليه وأعمل إيه؟ بدورة تدريبية عشان يبقى عندي مهارات. يبقى نمبر 4 هي internship. نعمل لهم تاني كده عشان احنا ما حلناهمش بالترتيب، حلنا جزء جزء. الاولى هتبقى انجينير، التانية هتبقى بيزنس، التالتة هتبقى جوينج، الرابعة هتبقى انترنشيب. بقى كده اسئلة الاختيارات: نقاط از رانينج ريس، رانينج ريس اللي هي مسابقة جري، يبقى اكيد ماراثون اللي جايب الرقم دي. السؤال الثاني: نقاط از سينينام اوف بروتكت، بروتكت يحمي، يبقى سيف اللي جايب الرقم دي. بقى كده السؤال الثالث: تو جيت ذا ادجكتيف فروم ذا ناون بروفيشنال، profession يبقى professional اللي جابها لكم بي. الرابع: the antonym of disappear، antonym عكس كلمة disappear يبقى appear اللي جابها لكم بي. السؤال الخامس: we get the opposite of connect disconnect، اللي جابها لكم دي. بعد كده أسئلة التصحيح بس كلهم كده تمام. سارة and رانا نقاط going to، going to يبقى بلا verb to be، سارة ورانا جمع يبقى are. السؤال الثاني: now I نقاط يبقى I am، عشان going to بعديها يبقى I am going to، لازم اكتب على فكرة، لو كتبت كده يبقى غلط على فكرة، لازم اكتب جوه الأكواس، اللي جوه الأكواس بره برضو. السؤال الثالث: I am very sorry but I am not able، موجودة يبقى able to، عشان جاي بعدها فعل في المصدر اللي هو give، يبقى able to على طول. السؤال الرابع: we are going، going بعديها verb بيجي بعديها to، بعدين verb في المصدر، فعل في المصدر، يبقى to have. السؤال اللي بعد كده اللي هو السؤال الخامس: نقاط you are going to stay at the library until your report is finished، وفي الاخر عم استفهام، يبقى بقلب بس كده بخلي الفعل المساعد اللي هو are قبل you، يبقى are you. السؤال الكام السادس: there هنا كلمة be trips to the moon in 2050، كده مستقبل، يبقى there will be، سوف يكون رحلات الى القمر سنة 2050، will، ولازم اكتب اللي في الاكواس will be. Yep.